أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليكم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي من غفور رحيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل
صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
وما كامل الشيطان نزغ فاستعذ بالله وما يلقى فاستعذ بالله وما فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت إن الذي إن الذي أحياك لمحيي الموتى إن الذي أحياك لمحيي على كل شيء قدير صدق الله العظيم.